السلام عليكم. اليوم غنعوضوا العسل المنزلي. عندي 2 كيلو ديال سكر سنيده كما كتشوفوا، عندي حامضه ليمون قطعته هكايا، عندي عويدات القرفه عشتوني غاسلاهم هكايا، ويترو ديال الماء البنات هادي راه مكتوب فيها يترو انتما كتشوفوا، ليترو غنخرج هنايا في الكوكر. حويت دابا 2 كيلو ديال السنيده، غنزيد عليهم دابا القرفه والليمون. انا شعلت عليهم دابا، ما غنسد على الكوكوت ديالي حتى يذوب ليا السكر. وهاد عويدات القرفه تيجيبوا لنا العسل الاحمر، والا ما جاناش احمر نزيدوا خنيشات اتاي، دوك الخنيشات اتاي طيب لينا العسل ونديروه في العسل تتعطي اللون احمر. دابا البنات غنقص البوطه ونسد على الكوكوت ديالي 35 دقيقه ونفتح نشوف واش طايب العسل ديالي. العسل ديالي هو طاب، ملي كيكون هادو محمرين راه طايب العسل مزيان، وانتم كتشوفوا غير بالقرفه عطى اللون بلا ما غندير الخنيشات اتاي. انا نخليه دابا غير يبرد ونوري لكم الاخر.